والله إذا اتفق الليبيون على إحداث نوع من التوافق الوصول إلى توافق في البلاد إلى توافق ما بين الأطراف على الواقع في ليبيا بين الليبيين في حد بعضهم، احنا اعتمدنا على التدخلات من الأطراف الخارجية وما وصلناش إلى توافق. يجب أن الليبيين يعرفوا أنهم وصلوا إلى مرحلة لا رجوع. احنا يا أما نكون دولة أو لا نكون دولة، أما أن تكون ليبيا أو لا تكون ليبيا. نعم احنا يفترض ان نوصل الى اتفاق واحد يجمعنا. الان اصبح الجوع يمس بعضنا، بكره حيمسنا كلنا، وبالتالي يجب ان نصل الى حل. يجب ان يكون هناك ضغط شعبي لتحقيق الوفاق لتحقيق مصالحه ما بين الليبيين للوصول الى حل. يجب الضغط على استنكار الفساد. يجب ان الفاسدين من رشحهمش اذا كان دخلنا في انتخابات جديده، مش تجيني تقول لي لا انا نبي الدوله، وانت اذا كان تدخل في انتخابات تجي لي الفاسد وقوت انتخبه وترشحه لانه يعرف من اين تؤكل كتف ولان ياكل ويوكل ولان ولان ولان. كل هذه الثقافات يجب التنازل عليها ونبذها ورفضها من المجتمع حتى يتحقق نوع من الاصلاح ورفض الفساد بشكل عام.